السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولدي من خلال أعزائي الكرام راح أشارك معكم أخبار مهمة جدا عن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والاتحادية الكاميرونية لكرة القدم، لأنه رسميا سامويل إيتو رئيس هذا الاتحاد الكرة للكاميرون مهدد بالطرد والإقالة من منصبه كيعني رئيس هذا الاتحاد، وكذلك رسميا أعزائي الكرام يعني تم ضرب زلزال قوي وعنيف على استقرار الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم، وهذا كل شيء حدث بين عشية وضحاها قبل المباراة الفاصلة بين المنتخب الوطني الجزائري والكاميرون. وسبحان الله مغير الأحوال، سامويل إيتو اللي كان يتطاول على الجزائر ويعني يهاجم الجزائر وعمل حرب نفسية ضد الجزائر انقلبت عليه الأمور كلها رأسا على عقب، وأصبح هذا الرئيس للاتحاد الكاميروني لكرة القدم مهدد بالطرد والإقالة. وكذلك هنالك مشاكل كبيرة في الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم، ومدرب منتخب الكاميرون هو كذلك مهدد بالطرد والإقالة. راح نتعرفوا على جميع التفاصيل إن شاء الله في هذا الفيديو، فإذا كنتم تشاهدونا للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا. طبعا أعزائي الكرام كبداية خليني نشارك معك الخبر الأول والذي يتعلق بمدرب منتخب الأسود التي لا تقهر، يعني مدرب منتخب الكاميرون. هذا المدرب أعزائي الكرام التيار لا يمر بينه وبين رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الحالي سامويل إيتو. علاش؟ لأنه سامويل إيتو يريد طرد هذا المدرب، وعنده مدرب يعني من قائمة خياراته، يعني البديل نتاع مدرب منتخب الكاميرون راح حاضر. وطبعا سبب هذه الإقالة وهذا الطرد من سامويل إيتو لمدرب المنتخب الكاميرون هو راجع لنقطة واحدة، هو أنه هذا المدرب الحالي لمنتخب الكاميرون عنده مشكلة مع أحد نجوم منتخب الكاميرون، ألا وهو لاعب نادي بايرن ميونخ، والذي أكد بتصريحاته الصادمة قائلا لن أعود لمنتخب الكاميرون إذا يعني بقي هذا المدرب، يعني عنده مشاكل مع هذا المدرب نجم بايرن ميونخ. يعني باختصار شديد عنده نفس سيناريو حكيم زياش مع وحيد خاليلوزيتش المدرب الحالي لمنتخب المغرب، فلهذا اللاعب قال ما راح نجي يعني للمنتخب الكاميروني ما دام هذا المدرب يعني راه يدرب منتخب الكاميرون. فلهذا سامويل إيتو لا يريد ضياع هذا اللاعب والذي هو قطعه اساسيه في منتخب الكاميرون، فلهذا يريد طرد هذا المدرب مدرب منتخب الكاميرون الحالي. ولكن مدرب منتخب الكاميرون صراحه مثل ما اكدت لنا التقارير من الكاميرون اكدت قائله بانه انطونيو مدرب يعني الاسود التي لا تقهر يعلن الحرب على سامويل إيتو، قائلين باللي انه في المقال نتاعهم هذا المدرب الحالي لمنتخب الكاميرون عنده اتصالات بوزير الرياضه ولا يريد الخروج من مكانه، ويعني كان مؤامره ضده. على كل حال يعني حاليا هنالك شكوك واحتمال كبير جدا في طرد مدرب منتخب الكاميرون، وراح يتدخل فيها وزير الرياضه الكاميروني والى اخره. المهم تخلطت من ناحيه منتخب الكاميرون. نروح حاليا اعزائي الكرام الى الاتحاد الكاميروني لكره القدم وسامويل إيتو. صراحة أعزائي الكرام يعني كل شيء انقلب على إيتو وعلى الاتحاد الكاميروني لكرة القدم رأسا على عقب بين عشية وضحاها، لأنه رسميا كشفت لنا تقارير أخرى كاميرونية أن الأمور تسير نحو إلغاء نتائج انتخاب سامويل إيتو رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم وتشكيل لجنة مؤقتة جديدة لإدارة شؤون اللعبة في البلاد. يعني رسميا أعزائي الكرام هنالك يعني تقارير رسمية من الناس يعني ضد سامويل إيتو كرئيس اتحاد كاميروني لكرة القدم، وطبعا لو كان نتعمقوا في هذا الأمر أعزائي الكرام الفيديو راح يكون عمره 30 أو 40 دقيقة أو ساعة يعني كحد أدنى، لانه هنالك العديد من المشاكل حاليا في البيت الكاميروني والاتحاد الكاميروني لكره القدم. لا يريدون سامويل إيتو رئيسا للاتحاد الكاميروني لكره القدم ولعده اسباب، يعني لعده اسباب حيث اكدت لنا التقارير اعزائي الكرام باللي انه يوم السبت تلقى الاتحاد الكاميروني لكره القدم مراسله من الهيئه التحكيميه خلال منافسه كاس امم افريقيا تؤكد قرار الغاء الانتخابات التي انهت مهام مبومبو نغويا وخلفه سامويل إيتو، ووسط شكوك حول طريقه وصوله لهذا المنصب. يعني عندهم مشاكل كبيره اعزائي الكرام، وبطبيعه الحال اكدوا قائلين ان غرفه فك النزاعات والتحكيم تحت غطاء اللجنه الاولمبيه الكاميرونيه صرحت قائله انها ستفرض قرارات الجمعيه العامه لعام سنة 2009، وهو ما يعارض مصالح الاتحاد الكرة يعني الفيفا، وسيجعل الهيئتين تدخلان في حرب قوية وشرسة، والأمر سيضر كثيرا بسامويل إيتو. يعني عندهم شكوك
كيفاش صامويل ايتو ولا رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وهنالك العديد من النقاط الأخرى اللي يعني راهم حابين يطيروا صامويل ايتو من رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. وكذلك أيضا المحكمة الرياضية لكرة القدم عملت بيان بخصوص هذا يعني الموضوع، يعني صامويل ايتو مهدد وذلك بشكل رسمي بالطرد من منصبه كرئيس اتحاد الكاميرون لكرة القدم، وصرحتها لكم في الفيديوهات السابقة، قلت لكم انتظروا موعد يعني إقالة صامويل ايتو. والحمد لله كل شيء حاليا بالوثائق، يعني صامويل ايتو راه قريب من الطرد من يعني منصبه كرئيس اتحاد كاميروني لكرة القدم. يعني انتهت حاليا المشاكل؟ لا، لم تنتهي المشاكل حاليا، لانه رسميا اكدت لنا تقارير اخرى بانه صامويل ايتو متورط مع رئيس الاتحاد يعني الافريقي لكرة القدم باتريك موتسيبي. يعني صامويل ايتو عاميها، راه خاربها صراحة، نهدر لكم بالدارجة اعزائي الكرام، راح عاميها وهو يحاول يعني عمل حرب نفسية على المنتخب الوطني الجزائري قبل هذه المباراة الفصلية. صراحة عنده مشاكل مع المدرب، عنده مشاكل مع المحكمة الرياضية لكرة القدم، عنده مشاكل مع باتريك موتسيبي، عنده مشاكل أيضا مع رئيس الفيفا انفانتينو، لأنه يعني مؤخرا رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعني تحدى الفيفا صامويل ايتو، تحدى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم به يعمل بطولة كأس أمم أفريقيا في موعدها المحدد، رغم أنه رئيس الفيفا انفانتينو ما كانش حابه يعملوا هذه البطولة في هذا الموعد نظرا لتفشي هذا الفيروس وإلى آخره. فصامويل ايتو الحاجة اللي محيرتني هو أنه عاميها من كل الأطراف ومن كل الجهات، إلا أنه يعني حاليا يحاول شن حرب نفسية على المنتخب الوطني الجزائري. أنا نقول صامويل ايتو حل المشاكل نتاعك أولا، عدلت هذا المنتخب الوطني الجزائري، وصراحة الفائز الكبير في هذه القضية هو المنتخب الوطني الجزائري. حاليا هنالك يعني تهديد في استقرار الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، لأنه راهم يعني حسب التقارير راهم ماشيين يعملوا قوانين وراهم حابين يدخلوا في صراعات مع الفيفا وإلى آخره، وعندهم شكوك كيفاش صامويل ايتو ولا رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. وطبعا يعني النتيجة راح تكون طرد صامويل ايتو حسب التقارير الكاميرونية، ما راش نتكلم من راسي، حسب التقارير الكاميرونية والتقرير الصادر من المحكمة الرياضية لكرة القدم، يعني كل شيء راه موثق. صامويل ايتو مهدد بالطرد والإقالة من منصبه كرئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وكذلك تنصيب يعني هيئة مؤقتة لتنظيم الشؤون الداخلية للاتحاد الكاميروني لكرة القدم. والفائز الكبير في هذه القضية كما قلنا هو المنتخب الوطني الجزائري اللي عنده يعني مباراة مصيرية أمامه بطبيعة الحال في شهر مارس المقبل. أنا ما كنتش نتمنى أنه راح يحدث لصامويل ايتو مثل هذه الامور او الاتحاد الكاميروني مثل هذه الامور سابقا لولا تدخل صامويل ايتو وشن حرب نفسيه على المنتخب الوطني الجزائري، لانه حاليا وليت نتمنى انه يطردوا صامويل ايتو من رئاسه الاتحاد الكاميروني. ولكن لو كان صامويل ايتو كان انسان محترم مع جميع المنتخبات وما شفناش تلك الفضائح في بطوله كاس امم افريقيا، ويحترم المنتخب الجزائري وايضا يعني ما يعملش كواليس ضد المنتخب الجزائري من اجل اسقاطه في المباراه الفاصله، انا ما كنتش راح نتمنى لصامويل ايتو يصرا له كيما هاك. ولكن حاليا الحمد لله سبحان الله مغير الاحوال، احنا ما رديناش على هذه الحرب النفسيه اللي شنها صامويل ايتو على الاتحاد الجزائري لكره القدم والمنتخب الوطني الجزائري، ولكن ربي راه يخلص صراحه، يعني لانه اخر خرجه غريبه من صامويل ايتو هو انه الاتحاد الجزائري لكره القدم اتصل بصامويل ايتو والاتحاد الكاميروني لكره القدم باه يعطيونا ليدات وقتاش نلعبوا المباراه نتاعنا الاولى في الكاميرون، هم لا ما ردوش علينا وخلونا يعني معلقين، لانه بالماضي راه حاب يعمل معسكر تدريبي خارج البلاد وما يقدرش يعمل معسكر تدريبي خارج البلاد بدون ان يعرف يعني موعد المباراه وفي اي ملعب سنلعبها. يعني حاليا انت راك تعمل كولسه ضد الجزائر، ولكن الحمد لله ربي يخلص فيك. وطبعا يعني عندنا احد لاعبي منتخب الكاميرون السابقين الذي صرح قائلا لاحد القنوات الكاميرونيه الملقبه بناغا تي في، صرح لها قائلا: لقد احدث انتخابات صامويل ايتو الكثير من الضجه وازعج الكثير من الناس. علاش؟ لانه صامويل ايتو كان عنده العديد من المعارضين، كان عنده العديد من الناس ورؤساء الاتحاد الكاميروني السابقين اللي كانوا يعني قبل صامويل ايتو ما كانوش باغيين صامويل ايتو يطلع، فلهذا صامويل ايتو عمل ضجه كبيره يوم الانتخابات، هو فاز برئاسه الاتحاد الكاميروني لكره القدم. حاليا الطاس يعني عملت بيان رسمي باللي انه عندهم شكوك
كيفاش سامويل ايتو ولا رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وكذلك يعني سامويل ايتو راه خاربها مع الفيفا وخاربها مع الكاف وخاربها مع انفانتينو وخاربها يعني مع كل الناس، فلهذا الإقالة أصبحت وشيكة. وطبعا هذه المشاكل يعني ستقلقهم قبل هذه المباراة الفاصلة المصيرية بين الجزائر والكاميرون. حاليا أنا من هذا المنبر أنتظر إقالة سامويل ايتو من منصبه، وكما قلت لكم لو كان إنسان ناس ملاح مع الجزائر ما كنتش نتمنى له كيما هاك، ولكن بعدما تطاول على الجزائر وعمل حرب نفسية على الجزائر أنا ماذا بيا يعملوا إقالة يعني لرئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سامويل ايتو وكذلك حتى للمدرب الخاص بهم. ما رأيكم حول هذا الخبر؟ خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.